السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحصة أريد أن نتكلم عن السدر ومنافعه، وكذلك سأقوم بوصفة لعلاج الشيب بها، وبعض الوصفات سأذكرها حاليا. أوراق السدر مادة معقمة تستعمل ضد العفونة، لذلك نرى أنه يستعمل كثيرا أو دائما في غسل الموتى يرحمهم الله جميعا. تنقية الجهاز الهضمي وتنقية الدم ومدير للدورة الشهرية عند النساء، علاج لالتهابات الحلق والتهابات الجلد. في هذه الحالات يمكن استعماله كمنقوع في ماء ساخن وشربه، وكذلك يستعمل لتقوية الشعر وعلاج الشيب. والكثير من الأحيان يستعمل لإبطال السحر وجميع أبطأ أنواع السحر باستعماله مع الملح الحية والغسل به كامل الجسم. سأقوم الآن سيداتي سادتي بتحضير وصفة لعلاج الشيب. نحتاج أولا لأوراق السدر وأوراق السالمية وزيت الحبة السوداء وزيت الزيتون. نضع قليل من زيت الزيتون في كأس، ونضيف إليه ملعقة من طحين السدر مع السالمية، زيت الزيتون وضعنا تقريبا ملعقة أيضا، وملعقة من زيت الحبة السوداء، ونخلط الجميع حتى نحصل على خليط متجانس. ونقوم بتدليكه على المناطق التي يتوفر لدينا الشيب فيها. وكذلك لغسيل الشعر نحتاج إلى شامبو الخاص بنا، نضع فيه ملعقة أخرى من المسحوق، مسحوق خليط السدر مع السالمية، أو إذا لم تتوفر السالمية فضروري أن يكون السدر، فهي المادة الأساسية. وبعدها نقوم بخلطه داخل الشامبو وزجه جيدا حتى يتمزج، وننتظر ساعتين أو ثلاث ساعات، ونقوم بغسل الشعر. وكذلك هناك نضع الزيت الذي تبقى لنا في قنينة.